بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام النبي الأكرم ووصيه أمير المؤمنين، وإلى السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسن والحسين والأئمة المعصومين بمناسبة الذكرى السنوية لولادة منقذ البشرية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. حفلنا الكريم أول ما نبدأ به كلمة إدارة الحسينية للحاج أبو زيد، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى مراجعنا العظام التقليد والأمة الإسلامية جمعاء، وأزكى وأعطر وأحلى الأمنيات بمناسبة مولد منقذ الأمة ورافع الغمة عن هذه الأمة وناصر المستضعفين سيد الأمراء إمام العصر والزمان وخليفة الرحمن بقية الله في أرضه مهدي آل البيت الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأسعد الله أيامكم أحبتي جميعاً بهذه الذكرى العظيمة العزيزة على قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وأن يجعل هذه الليلة ليلة إشراقة النور المحمدي ونشر العدالة الإلهية في أرجاء الأرض، ويعم السلام تحت راية الإسلام. شع نور الله والكون ازدهر يوم ميلاد الإمام المنتظر، عمت الأفراح في شهر آتي بحمل البشر إلى بحمل البشر إلى كل البشر. هو شعبان في ثالثه بان نور الحسين وانتشر، وتباشير بها قالت دنا عيد ميلاد بن سادات البشر. صلى على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي شرف الكائنات بمولد الحجة المنتظر عجل الله فرجه وأنار الأرض وجعله حجة على البشر، فأضاءت الدنيا بطلعته وأسفرت بنور وجهه الأغر، وحجبه عن أعين الظالمين ليظهره على الدين كله، وصفاه من الكدر. والصلاة والسلام على المبعوث من مضر وآله الأئمة الغرر الاثني عشر، صلاة تزيد على عدد قطرات المطر وأوراق الشجر. صلوا على محمد وآل محمد. قال الإمام الرضا عليه السلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإن هذا الدعاء يتحدث عن أول واجبات العلاقة بين مع الإمام الحجة عجل الله فرجه، المقدم على كل واجب منها، ألا وهو معرفة الإمام، التي لا تكون إلا بتوفيق وتيسير من الله وبتوسط معرفة الله ورسوله. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إن ثمرة وفيض معرفة الإمام المعصوم وهو المنجي من الضلال يتحقق فقط في إشعاع مرجعية تلك الذوات المقدسة وتفسيرهم على أنهم العقل المنفصل للمجتمع البشري. وقد جاء في دعاء الندبة: ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. ولأجل أن تكون علاقتنا به عجل الله فرجه، هناك آداب ومسؤوليات ذكرتها الروايات الشريفة لهذه العلاقة يترتب علينا الالتزام بها، وسنقتصر على ذكر ثلة منها لأهميتها. فمواساته في غيبته تألماً وبكاءً والتشوق لرؤيته من الآداب التي تواترت عن أئمة الهدى عليهم السلام، والتي تؤكد في النفس شدة تألمه هو نفسه من طول غيبته وغربته الموجبة لتألم وتحرق محبيه مواساة له. فمن دعاء الندبة: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى. ولقد كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يتحرقون شوقا إليه وتألمون من غيبته، فهذا أمير المؤمنين عليه السلام كان يتأوه من شدة شوقه إليه، وهذا صادق أهل البيت عليهم السلام يناديه متألما: سيدي، غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي، وابتزت مني راحة فؤادي. سيدي، غيبتك أوصلت مصابي بفجاع الأبد، فقد فقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد، فما أحسن بدمعة ترقى في من عيني وأنين يفتر من صدري عن دار الرزايا وسوالف البلايا. ومن المسؤوليات المترتبة علينا أيضا الصلاة عليه والدعاء له بالفرد. ففي دعاء الفرد: اللهم كن لوليك، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. وندعو بتعجيل فرجه الشريف ليرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، والتوسل به في المهمات وطلب الحوائج. فأن الإمام المهدي عجل الله فرجه هو ولي الله في أرضه وعين الله في خلقه، وهو بقية الباب المبتلى به الناس. وقد ورد في دعاء الندبة: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين أرض الأرض والسماء؟ وهل ترى سيدي أحظى برؤيتكم ونصرتكم، أم يواري جثتي القبر؟ لئن فنيت ولم أشهد ظهوركم في جحفل هادر يحدو له النصر، فإن لي أمل اللقاء يا سيد يا سندي على الصراط، ووجه الأرض محتم محمر،
من شدة الحر والهول العظيم، فلا تمسني النار يا من للورى فخر. أرجوك مولاي بالزهراء ووالدها وبعلها وبنيها، طاهر طهر يوم الحساب أجرنا من لظى صقر، فنحن شيعتكم أنتم لنا ذخر. صلوا على محمد وآل محمد. فإلى سيدي ومنقذي ومنقذ البشر أجمعين، إلى خاتم رسالة الرسول الكريم، إلى عالم إلى عالم الهدى الأعلى، إلى مولانا صاحب العصر والزمان، إلى ناموس الدهر الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه، ليس لنا ما نهديه لك إليك أيها الفجر المرتقب، لأن العبد وما يملك كان لمولاه، فإليك كل ما نملك من أرواحنا يا سيدنا يا صاحب الزمان. فسلام الله عليك سيدي يوم ولدت ويوم غبت ويوم تبعث لتشع شمس الحرية ولتنشر الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. اللهم فثبتنا على دينك واستعملنا بطاعتك وعافنا مما امتحنت به خلقك، وثبتنا على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك، وعرفنا حجتك حق معرفته. اللهم عجل فرجه وأيده بالنصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، وأظهر به الحق وأمت به الجور، واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل، وانعش به البلاد، واقتل به جبابرة الكفر، واقسم به رؤوس الضلالة، وذلل به الجبابرة والكافرين، وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والملحدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعلنا من المنتظرين والناصرين لدولة العدالة الإلهية الدولة المهدوية القادمة، إنه سميع مجيب. والآن لنقول معا دعاء الفرج جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا، قائدا وناصرا، ودليلا وعينا، تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جزاك الله خير الجزاء حجي. إن مخزون الشوق والحب والتقديس الذي يملكه الإمام المهدي عليه السلام في قلوب المسلمين وصل إلى حد لا يوصف، ومن بين هذه القلوب المؤمنة التي عشقت الإمام المهدي شاعرنا خادم آل البيت أبو هبة، فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. نرفع أسماء آيات التهاني لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمة الطاهرين ولمراجعنا العظام ولجميع المطهرين في العالم، ولجنابكم المبارك بميلاد المنقذ الموعود صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فعلى حبه وحب أجداده ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. على الرغم من تعثر الحالة الصحية، إلا أني جئت في خدمة الإمام وخدمتكم، فأرجو منكم المساعدة والعون. صلوا على محمد وآل محمد. أبو زهرة،
بآل محمد عرف الصواب وفي الجسيم شفاهنا نادتك من وسط المظالم فاسمعي يا صاحب الأمر الحكيم إلى متى تبقى الأمور بلا لواء جامع يا صاحب الأمر الحكيم إلى متى تبقى الأمور بلا لواء جامع والدار يغزو الفساد مدمدما كالسيل يأتي من محيط مترع عجل بسيفك فالدواء بحده للجور والكفر الذموم الناقع يا حجة الله الذي بظهوره يتفرق الطاغوت بعد التجمع جمعنا
كل يصيح يا مهدي الله جمعنا جمعنا بكل جمعة ننتظر واسأل جمعنا اسأل الجمعة بكل جمعة ننتظر واسأل جمعنا باسمك نهتف ونندب سويا Thank you.
راعيها راعيها المذخور راعيها المذخور رجعوا رجعوا اصحاب السقيفه والغدر بالنهروان شوف رايات الظلال الماخله منها مشان شوف رايات الظلال صوتك الماخله منها مشان المهره المهره مس مسروجه وتتاني ويا المهره يا المهره المهره مسروجه وتتاني الفارس البيده شنو العنان العنان تزلزل له شن الغاره تزلزل له شن الغاره تزلزل له شن الغاره تزلزل له يا زلزال يا زلزال الله بصوره الزلزال يا فالق الهام وبيدك العسار بس يا رب السلام عليك يا فالق الهام يا زلزال الله بصوره الزلزال يا فالق الهام وبيدك العسال يا خيال يا خيال ما مثلك ابد هلا بيك يا خيال ما مثلك ابد خيال سيف الله بويا صوتك عمي سيف الله صاحب بالحب سيف الله صاحب وسيف الله صاحب بالحب سيف الله صاحب يتفايض وجودك نور يا مولاي يا كلك وداعة وكلك احساس بويا شحشيلك شوصفك والقلب هام بيك وفقط بيك وهاجر الناس يابا 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 يتفايض يتفايض وجودك نور يا مولاي الكلك وداع وكلك احساس شحشيلك شوصفك والقلب هام بيك وفقط بيك وهاجر الناس اريد اقسم عليك بجدك حسين احلفك بالرضيع بعمك العباس وعلى هذا القسم عظيم على الامام شريك بها شريك اريد اقسم عليك بجدك حسين احلفك بالرضيع بعمك العباس يلا وياي اهل اهل الحسين المباركه انصارك كون تخلينا انصارك كون تخلينا انصارك كون خلينا انصاركم انصاركم خلينا والله لا اخشى من النار في غدي وانتم ولاة الامر يا آل احمدي وها انا ذا ادعوكم رافعا ارفعوا ايديكم رافعا يدي خذوا إن البشرى بالمهدي عليه السلام هي أعظم ما يتم الإفصاح عنه في عالم اليوم ومن هنا جاء تأكيد سماحة الشيخ أحمد الأنصاري على ضرورة إحياء هذه المناسبة في ليلتها المخصصة عن هذا الباب الإلهي من أبواب آل محمد يقف بنا سماحة الشيخ أحمد الأنصاري فلنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيد والغر الحميدة وكل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم شافي مرضانا
لا سيما المرضى المنظورين، والعلوية الكريمة أم عصام، وعم الحاج عبد الحسين، ومن أوصانا وقلدنا الدعاء. في أحد الإخوة أيضا داز مسج من حرم الحسين، فهناك يدعو لنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته بحق محمد وآله. من حرم الحسين يدعو، ونحن من صرح الحسين وحسينية المصطفى ندعو له إن شاء الله بتيسير قضاء حاجته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، القائم بالحق والداعي إلى الصدق، المطلق كلمة الله وأمان الله وحجة الله، القائم بالحق بأمر الله، المقصط لدين الله والذاب عن حرم الله، قاطع البرهان وخليفة الرحمن ومظهر الإيمان وسيد الإنس والجان، إمام السر والعلن، الإمام بالحق أبي القاسم محمد بن الحسن صاحب العصر والزمان، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد؟ فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. سيدي هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد، قد تجاهد من أعدائه نفرا جدوا بإطفاء نور الله، واجتهدوا وعصبة جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى جحدوا. عجل فديتك إننا غربا، عجل فديتك إننا غربا يا الله. يا سيدي وقلوبنا رمضة، عجل فجمر الظلم ينهش دربنا متوحش، أنيابه حمراء عجل فقد ظمأ الحسام لضربة علوية، ولها النفوس ظمأ. عجل فهذه كل أرض كربلاء فينا، وكل اليوم عاشورا. عجل فهذه كل أرض كربلاء فينا وكل اليوم عاشورا. هذا أنا يا سيدي بترابكم متمرغا،
ويحوطني الأعداء، هذا أنا يا سيدي ودمي لكم نذر ويخجل لهفة الإهداء وحسرة لدي عمر واحد أهديكم ويصول فيه أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ أين المرتضى؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب؟ أين المبيد العتاة؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ الليلة 15 من شعبان، في رواياتنا وروايات الإسلام أجمع وصفت بليلة القدر أو ضاهت أو تضاهي ليلة القدر. في الرواية عن الصادق عليه السلام لم يولد في ليلة النصف من شعبان، رواية أبعد من الحدود التي نفكر فيها وأكثر، فيحتاج الإنسان حينما يسمع الرواية يفكر فيها، يدخل في معانيها ويعانق تلك المعاني بروحه وعقله وجسمه وحياته ومماته، لأن الكلام حول الإمام الحجة هو المقدمة بعد إحياء الشريعة المحمدية بظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من مقدمات القيامة أو من مسلك القيامة أو السلك القيامي المتقارب للقيامة هو ظهوره، وهذا السلك القيامي حينما يظهر الإمام ليس فيه تقهقر ولا تراجع، تأتي المرحلة الثانية في الظهورات
وهي عالم الرجعة، عالم الظهور وعالم الرجعة بطياتها وبجلابيبها وبتعاريفها العديدة، الرجعة بحيث لا تكون هذه الرجعة في زماننا كرجعة إلهية عامة تعم الخلق بأجمعهم صالحهم وطالحهم، إلا وهي رجعة عند الظهور وما بعد الظهور، ولها أقوال وأوراد وكلام طويل عريض في الروايات وفي الآيات وفي الشرائع التي جاءت لهدي البشر. فالإمام سلام الله عليه يقول في مثل هذه الليلة، ليلة 15 شعبان: لم يولد مولود في ليلة النصف من شعبان. انتبه شوف الرواية ايش قد دقيقة، ولا تبخل أنه هنا تسمع وتقف، تسمع وتعتقد. في ليلة النصف من شعبان، لم يولد مولود في ليلة النصف من شعبان في كل العالم شرقا وغربا إلا ويكون مؤمنا ويدعوه الله إلى دار السلام أو دار الإسلام. يعني اللي ينولدون بهذه الليلة لهم الشرف ولهم القابلية الكبرى لقبول أو لفحص الإسلام، واليوم نشوف بالمئات بالآلاف الذين دخلوا الإسلام. كنت البارحة أطالع حول واحد يقول لي 35 سنة لم يبقى دين ولا تشريع لا سماوي ولا نحلي إلا دخلته، شرقت وغربت في البلاد كعقيدة وكدين حتى هداني الله بعد 35 سنة إلى دين الإسلام ومن الإسلام إلى مذهب آل محمد. أن النصف، في رواية أخرى أن النصف من شعبان لنا أهل البيت، أن ليلة النصف من شعبان لنا أهل البيت بمنزلة ليلة القدر لرسول الله صلى الله عليه وآله. ما هي شروط أو ما هو الذي يحدث في ليلة القدر؟ استجابة الدعاء، تقدير الأعمار والأرزاق، والصح من الغلط في قاموس الحياة الإنساني نحو التوحيد البرهاني، بمنزلة ليلة القدر لرسول الله. فكما جعل الله ليلة القدر لرسوله فجعل لنا، الإمام يقول النصف من شعبان وهي ليلة الباطن والحقيقة للقرآن الكريم. من أراد أن يتفهم باطن القرآن حقيقة القرآن فليرى هذه الليلة وليتكون منها نفسيا قدسيا معنويا حتى يستهدي الطريق. فكما أن ليلة القدر تقدر بها الأعمار والأرزاق وغير ذلك، كذا يقدر في 15 شعبان، ليلة 15 شعبان، ما يكتب للبشرية ويقدر لها أجمع. فليلة النصف من شعبان لا تأتي إلا وفيها تضلع عقدي عقائدي قويم وقوي تسرده الروايات
وأقوال المعصومين عليهم السلام لنا. تقول حكيمة خاتون عليها السلام عمة الإمام العسكري: جئت في مثل هذه الليلة عند الإمام الحسن، أو قيل دعاها الإمام الحسن العسكري، لما عرفت الدعوة وشأن الدعوة. تقول الرواية: تأتي قرب نرجس في حالة وضع حملها، هي سلام الله عليها حكيمة تقول: فأصابني اضطراب ودهشة، فقال لي الإمام الحسن العسكري: عم اقرأي سورة القدر في سحر ليلة 15 من سنة 255 للهجرة، ليلة ميلاد الإمام. فأمرني بقراءة سورة القدر، فبدأت أقرأها، فأجابني الجنين من بطنها ويقرأ مثل ما أقرأ. فهذه الليلة لها عظمة خاصة، خاصة في الأسرة، يعلم الأب أولاده، الأم تعلم أولادها، الأولاد إذا كانوا لهم من العمر فليأتوا إلى آبائهم، فليدعوا أو يطلبوا الدعاء من الآباء، فإنها فيها الاستجابة. الباقر عليه السلام يقول: لا يرد سائل ولا يحرم طالب حاجة في هذه الليلة، لا يرد سائل ولا يحرم طالب حاجة. إذن يجب علينا الالتفات لهذه الليلة، في هذه الليلة يجب علينا أن نتعرف لصاحب هذه الليلة، يجب علينا أن نقرأ، أن نسمع، خلوا من كل شين ورين ومن كل ناعق ينعق هنا وهناك. فمسألة الإمام الحجة مسألة سماوية، ومن معتقدات الشرائع بأجمعها، ليس من معتقد التشريع المحمدي فقط، بل إنما وهي كما يقول بعض العلماء من فحوى الروايات، إنها من ضمن العقائد الفطرية لا التعليمية، بل إنما فطرة الإنسان تقوم وتقول بهذا الشيء. كما يجب على الإنسان أن يفتش عن حريته، وكما أن الإنسان يحب الحرية والعدالة والصلح والأمان، فهذا الأمر إذا يريد أن يصل إليه فلم يصل إليه إلا بظهور صاحب العصر والزمان عليه السلام. لهذا نحن كشيعة ومذهب أهل البيت لدينا أكثر من 300 آية من القرآن الكريم تبحث حول هذا الأمر، ولدينا أكثر من 6000 رواية، وفي بعض 12، وعند البعض 18 رواية يذكر منها المرحوم العلامة آية الله الشيخ الصافي القلبايقاني في كتابه منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، وينقل هذه الروايات في شأن الظهور وفي شأن الدليل على وجوده المقدس من كتب الشيعة والسنة. لم ترى حتى ابن تيمية
الذي كتب وألف كتبا أخصها كالصواعق المحرقة في رد الشيعة الزنادقة، حتى هذا تراه في كتبه ينقل ويثير مسألة الإمام الحجة سلام الله عليه، ولا ينكر وجود الإمام الحجة عليه. نعم، نحن نختلف مع أبناء العامة، الكل نتفق خاصة وعامة بالإمام الحجة عليه السلام، ونختلف معهم بالوجود، هل موجود أم لا. وفي الوجود فكرتان، هل أنه وجد منذ الزمن الذي نقول فيه نحن منذ 1200 سنة تقريبا أكثر أقل، أم لا، هل أنه حسني أم حسيني. وهذه الروايات التي عندنا من أهل البيت عليهم السلام عند الباحثين تهدينا لما نعتقده نحن هؤلاء، نحن الآن بهذا المجلس مو نعتقد بأنه موجود، مو نعتقد. فعقيدتنا في الظهور، حتى من أنكر بين هلالين من السنة أنكر وجود الإمام الحجة أو عدم مجيئه وعدم ظهوره لم يجبه شيعيون، بل إنما أجابه وردعه من أبناء العامة، ليس محبة بالشيعة، بل إنما ما يراه في الروايات، مما يرى في الروايات من أنه لا. فلدينا هذه العصور، وهو عصر الظهور وعصر الرجعة وعصر القيامة، ومن فتش عنها وبحث ودخل واستمع لمقال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين يرى أشياء كثيرة وروايات عديدة في هذا الباب، حيث أن هذه الروايات وهذه الأدلة تشير أنها هي منبثقة ومنبعثة في صميم العدل الإلهي. يعني العدل الإلهي يقتضي عصر الظهور، والعدل الإلهي يقتضي عصر الرجعة، عصر الرجعة، والعقل الإلهي يقتضي القيامة. فمعتقدنا نحن كموالين لأهل البيت وكثير من السنة أن الإمام الحجة عليه السلام موجود وولد، وولادته في سنة 255. في رواية، وهذه الرواية تروى أن الأرض لا تخلو من حجة الله ولا تخلو من الفيض، يقول الإمام الصادق: فإنه يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم ويسلم على الجماعة ويسمع الكلام. وفي رواية: يحزن لحزن شيعته ويفرح لفرحهم، كما في دعاء الندبة: بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا. وكما نعاهده في دعاء العهد في كل صباح قائلين: عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا،
إذن فالوجود المقدس، وجوده الكريم، هذا من الأمور التي قلنا فيها مفروغ عنه عند بحاثة العلماء، وحتى نرى من التقط الإسلام والتشيع من ذوي العلم من أهل الفراسات العلمية كدكتور كربون الذي كان مع العلامة الطبطبائي وأسلم وتشيع، له هذه الجملة المعروفة: أن المذهب والمكتب الوحيد الذي له رابطة السماء والأرض هو مكتب أهل البيت عليهم السلام. ونحن نشير إلى ذلك حينما نقرأ دعاء الندبة: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ فهذه نظرة التشيع، وهذه مسألة الشيعة وفكر الشيعة في هذا الباب. مع شديد الهموم والغموم والتفرق والمراقبات التي حدثت لشيعة خاصة العراق وإيران، كما في خراسان وفي مناطق قم وكاشان وفي مناطق الكوفة، كانت الشيعة مطاردة. دعبل الخزاعي حينما هجا بعض الخلفاء الذين كانوا يعاصرهم، فكان يذهب من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، حتى بعثوا له من طعنه برمح في رجله، كان ذلك الرمح مسموم فمات شهيدا، والآن قبره موجود في مدينة لدانيال قريب من الأهواز في شوش. وهذا الباب كلما ننظر نرى أن حتى الأعداء أو حتى أهل اللب أو حتى الأمم المتحدة أخذت تقوم بتحقيق شاسع واسع، خاصة لما ظهرت الأمور الشيعية والكتب والفلسفة الشيعية الآن تدرس وتكتب وتترجم بدقة عجيبة قريبة، كما ينقل المرحوم العلامة الشيخ حسن زادة آملي، ولا ينقل عبطا ولا عبثا، بل إنما يقول: أخبروني بالخبر الدقيق أن الغرب يترجم كتبنا الفلسفية العقدية بدقة ويدرسها بدقة. وذلك كان قبل كم يوم أحد الإخوان من أمريكا خبرني، قال في أحد الجماعة من قساوسة وباباهات المسيحيين وهو يدرس أيضا بالفلسفة، يسأله: أي كتاب تدرس؟ يقول له: نحن ندرس نظرية صدر المتألهين في الأسفار الأربعة، وهذا الكتاب يطوف حول مطافات عقائدية فلسفية وكلامية، واللجوء أيضا إلى القرآن الكريم. يعني ثلاث أربع علوم في فلسفة وعرفان وعقيدة وتفسير. فمارتن كرامر يقول: اجتمعنا في زيارتنا للقدس 300 نفر من علماء ومؤرخين من جميع البلاد، فكانت المهمة أو من بعض المهمات أنه ما هو مذهب الشيعة أو التشيع. هو يقول: وتعلمنا أو وصلنا أو ما وصلنا إليه في هذا الباب
أن التشيع يلخص في أمرين أو منهجين. بالحسين قام ضد الظلم، وبيا مهدي حفظ هذا النشاط، يقوم ضد الظلم بشعار يا حسين. وهذا ترى مو معناه أنه تروح تحارب الآخرين، لا، والكون يبدأ الإنسان من نفسه. والله شي يتعلم من الحسين في بيته، في عائلته، في حسينيته، في مركزه، في جاليته، في أفكاره الاقتصادية، السياسية، الحزبية. مو أنه تروح، لا لا، أول ثم تستند إلى هذه الذروة من المعاني العالية الحسينية في دفع الظلم والظالم، مستندا بالاستمرارية بيا مهدي، أي تتعلم من المنهج السلوكي للإمام الحجة عليه السلام، أنه كيف تكون مهدوي. قمت ضد الظلم، ما في مشكلة، لكن نشوف احنا كثير من الثورات حينما تنبثق من بعد مدة نشوف ايش يصير بها، تأكل فراخها، تأكل أطفالها. ليش؟ كل ثورة لم تهتدي إلى مسند يسندها للسير تهلك وتقع. ألا وإن الجواد يكبو والحسام ينبو. شيخ جعفر المجتهدي، كثير من عندنا، وهذا البحث شفت عند كثير من العلماء في كتبهم، ونحن الآن في حارة أو في خور في هذا الباب. الإمام الحجة عليه السلام له مجموعة كبيرة، منهم اللي يشيرون إلى شيخ جعفر المجتهدي، لربما سامعين اسمه، لربما هسه إذا تسوون سيرش على شو اسمه يعطيكم، ما يلبس عمامة، قترة ومثل ما يقول عرقشينة. الشيخ جعفر المجتهدي يعني حقيقة توفى يعني مو زمان هسه. الشيخ جعفر المجتهدي كثير من عندنا احنا حتى الطلاب لما كنا بحوزة قوم، وهو يسكن قوم ثم يسكن بين طهران وقوم، صار آخر أيامه تمرض وأصيب بالسرطان، كان من السالكين إلى أن اتضح عند كذا من العلماء، حيث يقول هؤلاء إنه كان مكلف من قبل الإمام الحجة في أطراف البلاد. عجيب، نعم، حتى هذا الباب يرصده كثير من العلماء. يقول الكثير يظن حينما يقع في شدة أو يقع في مسألة يريد حلها ويأتيه أحد وينجيه، فيعد هذا الشخص أنه الإمام الحجة. بعض العلماء يقولون لا، مو شرط إلا الإمام الحجة، لربما من هؤلاء السالكين والموظفين. أحد الإخوان كان يدرس في ألمانيا، يقول كانت بيني وبين الشيخ جعفر المجتهدي صداقة، أعرفه وأحترمه، بس أنا جيت أدرس هيك وأضرب السلوك. يقول يوم من الأيام رجعت من الجامعة، دخلت إلى غرفتي أو المكان سكني، فرأيت رسالة مكتوبة: يا أحمد، اسمه أحمد، هذا دكتور أحمد أو سيد أحمد، تعال إلى منطقة آخن في ألمانيا عند الجبل رقم كذا لأني أريد زيارتك. يقول أنا تعجبت، الشيخ مريض وفي قم، من الذي جاء به؟ لكن الخط خطه، والكلمات المرصفة أيضا من يده الشريفة وقلمه. فجئت إلى العنوان وكان شتاء، وكانت أيام ثلج، ولقد هطل في
ذلك اليوم أو قبله من الثلوج بالشيء تقريبا ما نازل عندنا ثلج، يقول أو قليل ينزل عندنا ثلج. فوصلت إلى هناك وأنا أفتش إلى أين، وإذن بالصوت من فوق: يا أحمد تعال اصعد. دخلت عليه وإذن رأيت عجوزا وإنسان نائم هناك وتدور وتطوف كأنما حول الشيخ، كل ساعة تجيب له شيء وهو ساكت ما يتكلم. فتعجبت، قلت كيف يعرف اللغة الألمانية هذا؟ كيف يتكلم معهم؟ فسألتها: هل تعرفين هذا الرجل؟ قالت: لا. قلت: ما الخبر؟ ما الذي يجري عندك؟ قالت لي: هذا الولد وهو مريض مصاب بسرطان الحنجرة، هذا ولدي مصاب بسرطان الحنجرة، ولي 3 أيام رأيته لم يأكل ولم يشرب، فتوسلت بالمسيح وبمريم سلام الله عليها. فرأيت السيدة في المنام، قالت إن هذا ليس زمان المسيح ولا زماني أنا، ليس زماننا، ففي زمانكم خاتم الأنبياء محمد له بنت اسمها فاطمة وهي لها ولد اسمه المهدي، فتوسلي بهم. فتوسلت بهم وذكرت هذه الأسماء، وإذا بهذا الرجل عند الباب يطرق بابي. مين؟ الشيخ المجتهدي. عجبت، فحسسته أنه هو المسيح. فسألته، فقال: أنا لست بالمسيح. فجاء إلى ولدي، قلت: أأنت محمد؟ أأنت ابن فاطمة؟ أأنت المهدي؟ قال: أنا تراب قدم الاسم الثالث، أنا فداء لتراب قدم الاسم الثالث. ياهو الاسم الثالث؟ ها؟ والمهدي؟ احكيها لا تخاف، شارك. فجاء إلى ولدي وقرأ شيئا، ثم وضع يده تحت ظهر ولدي وذكر اسما غير الأسماء الثلاثة: محمد، فاطمة، مهدي. فذكر اسما آخرا، وإذا بولدي جلس وطلب مني الطعام بعدما كان له 3 أيام لم يأكل ولم يشرب، فأعطيته الطعام. فيقول هذا الأخ الإيراني، يقول اللي كتب لي الرسالة الشيخ، قلت له: ما هذا الاسم الرابع حين وضعت يدك تحت ظهر هذا المريض؟ قال: يا أحمد، يا سيد أحمد، لقد طلبته بشفاء، لقد طلبت شفاءه بيا علي. يا علي. وبعد سنة من هاي الحادثة، من بعد سنة أكثر أقل، زارني شيخ جعفر أيضا في ألمانيا. كيف أتى لم أسأل، حتى قال لي: دعنا نزور المريض، فذهبنا. وقال لي: دعنا نزور، فذهبنا. قلت: أجئت له؟ قال: لا، بل إنما كلفني وأمرني سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان في أمر آخر، فأحببت أن أزور هذا المريض. المشكلة بابا، ما أدري شلون الإنسان يعبر عن جد، يعني هو لأنه ماكو تعبير، لأنه هي مسألة يعني قدسية، اللسان لا يقدر أن يعبر عنها. بالله عليك،
ببطن الحوت. الحوت ايش كثر وسعه؟ كم يسع الحوت؟ هل يتمشى في بطنه يونس؟ ها؟ للبث إلى يوم القيامة. هذا لولا هاي اللولائية، لو لم يكن من المسبحين الذاكرين لله لبقى في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم الدين، إلى يوم الحساب. يعني الله قادر يحفظه وين وهو في بطن الحوت الأزرق؟ كم متر؟ وبآلاف السنين، بآلاف السنين هاي الأرض الواسعة ما يقدر يخلي آل محمد يحفظه يطيع عمر؟ ليش هذا التجبب من نجل عند آل محمد؟ ليش كأنما إحنا نطيهم مو هم الفيض؟ لماذا؟ فلما دخلنا على هؤلاء العجوز وابنها، على العجوز وابنها، سألها عن صحة ولدها، قالت صحيحا سالما لم يدرأ شيئا أبدا، ما يحس بشيء أبدا، لكن لي طلب. قال لها وما هو؟ قالت عد لي تلك الأسماء وأنا أريد أن أسلم. فعدد لها الشيخ جعفر أسماء 14 معصوم: محمد وعلي، فاطمة والحسن والحسين، والسجاد والباقر والصادق، والكاظم والرضا، والجواد والهادي، والعسكري، وقائم آل محمد. فالوجود الذي نبحث عنه ما خلت منه الأنبياء. موسى عليه السلام كيف ولد؟ والإمام في رواياتنا لما كان في سامراء أو سر مراء، كانت أولا ممنوع من الزواج، الإمام الذي منع من الزواج إلا بالتمليك، يعني ما يقدر يجيب وحدة ويتزوجها. أنت هم تعرف معنى هاي شنية ولا تعرفها أحسن مني؟ ليش؟ لأن بني العباس علمهم بوجود مهدي آل محمد كان أقوى وأقوى وأقوى وأقوى، إلى أن ينقطع النفس أكثر من هؤلاء الذين لا يعلمون ولا يفهمون. كذلك بني أمية، لكن في بني العباس اشتد، لأنه ملكهم، لأن ملكهم يزول بظهوره، فاعتدوا وعدوا عدتهم لكل الأئمة عليهم السلام من الصادق حتى العسكري، ولم يذهب إمام من الأئمة إلا قتلا بالسم. ليش؟ حتى لا يظهر. زين، فلتت منهم قضية موسى بن جعفر، ايش سووا؟ ضيقوا الخناق على الإمام الرضا. ولد الإمام الجواد، اتهموا الإمام الرضا بالجواد أنه مو ابنك. تشايفها هاي؟ ماشي عند أحد؟ دولة فيها أكثر من 52 بلد تحاور هذا الطفل، والملك بكبرة، الخليفة الزنديق بكبرة، يجي يحاور ويتكاتف مع غضاته ومع من يعرف زين بالأنساب، ويريدون يشيلون الإمام الجواد من الإمام الرضا أنه ليس من صلبك. النساب بعلمه آنذاك، وعلم صحيح تقريبا يؤخذ به، النساب يرميهم عرض الجدار 6-7 صافين، شوفنا هذا الطفل عدياه من هذولي، والإمام يوقف وراء على الجدار من ذيك الجانب لا يسمعهم، مثل ما يقول لا يسمعوه كونا، يقول ليس لهذا ولا لهذا ولا لهذا، لكنما فيه شبه ونور يشع من ذاك. هذه بابا مو قصص، هذه مو مسألة، هذه مسألة دين.
الله سبحانه وتعالى جاب موسى عليه السلام بتابوت بصندوق بالمي. اجا وين وقف؟ وقف بمدخل الماء بالنهر اللي يجري من هناك على البستان. بنت الفرعون وأصحابها الفتيات اللواتي كنا معها يفتشن لماذا انقطع الماء. يجن يشوفن هذا الصندوق يشيلن يصيحن، تجي الأم، يجي البستبان مثل ما يقول، يجي الجميع، فيفتح الله حط شيء في هذا الطفل ياهو اللي يشوفه يحبه، ياهو اللي يشوفه يحبه. أبو عمرو الصحابي يقول شفت السيدة الزهراء في أحد تبكي على القبور على قبر حمزة وبعض الشهداء، لما خرجت قلت لها سيدتي أن أباك هل عين أو نصب أحدا بعده؟ قالت وعجبا، ألم تحضر الغدير؟ كيف رفع أبي يد علي بن أبي طالب حتى بان بياض إبطيهما؟ ما كنت أنت؟ قال أبو عمرو إذا كان ذلك فما بال الناس وما بال علي قعد عن حقه؟ فقالت عليه السلام مثل الإمام كالكعبة إذ تؤتى ولا تأتي، خلافا للنبي يأتي ويؤتى. الإمام المعصوم يؤتى إليه، هو ما يأتي. لهذا إذا الناس ما يردون شو يسوي؟ 23 سنة والإمام. لهذا لما نأتي إلى الإمام الحجة عليه السلام في أدوار كثيرة وكبيرة وعجيبة، لهذا بحثت العلماء أشياء كثيرة في هذا الباب. شوف يقولون للأئمة ثلاث صفات أو ثلاث خواص: علم من غير خطأ، عمل من غير خطأ، محبة في أقصى الدرجات. وأعطاهم ثلاث مناصب: الولاية التكوينية أي اختيار العالم بأيديهم، إذا واحد ما يفهمها ما يعرفها ما يقدر، إذا ما يخضع لها ما يقدر. الولاية التشريعية أي اختيار الشريعة من الحلال والحرام حتى بالتفكير في كل شيء. المشرع هم هؤلاء. جاء واحد لعد الإمام الرضا أعتقد أو الإمام الجواد، قال له هو كان يكتب الظاهر بالمسجد أو مكان ويألف، هذا يبيض وهذا يلد وهذا. قال الإمام له ما تنسى، قال سيدي أريد أسألك عن شيء ما أعرف أنه هل يبيض أو. قال وماذا؟ قال أريد أن أحصي مما على وجه الأرض من الطير والهوام والكذا، هل تبيض هذه أم تلد؟ قال قاعدة كلية موجودة. قال وما هي؟ قال من له أذنان خارجان محسوسان يبيض يلد، ومن ليس له أذنان ظاهران يبيض. فإحنا وما نبيض، إحنا قلنا نولد. زين، فقصدي أنه رد على الإمام، قال له بس والله هسه شو أقول لك، بيضت الذقون وبيض الشعر كله. رد على الإمام قال سيدي من أين لك هذا؟ قال إن الله حينما بعثنا أولياء لمحمد أوصياء لمحمد فجعل عندنا علما
من غير خطأ وعمل من غير خطأ ومحبة، وأعطانا الولاية التكوينية والتشريعية والاجتماعية. التشريعية اختيار التشريع، الاجتماعية أن الشيعة لا تعتقد بتشريع حاكم قط إلا إذا كان معصوما أو نائبا عن معصوم. هذه كون تظل عندك، هذه كون تكون عندك. إذا أنت شيعي كون تعرف أنه الحكم الشرعي لا يأتي إلا عن معصوم أو عن نائب معصوم. وهذا الخلاف الذي موجود بيننا وبين السنة، لأنهم هم لا يشترطون العصمة ولا العلم ولا العدالة، بل الحاكم على المجتمع يكفي. حتى وصلوا أنه إذا جاء جائر وصعد أريكة الحكم زين، فيجب على الناس أن يطيعوه ويتقوا صولته زين. فمن هذه الولايات التكوينية والتشريعية بالإمام ما تعطل أبدا، اللي كان صاحب حكومة واللي ما كان صاحب حكومة، لكن الولاية الاجتماعية تعطل. أمير المؤمنين أجلسوش كثر بالظاهر كولاية اجتماعية الجماعة أخذوها زين. فالأئمة عليهم السلام في هذا الباب نرى أنهم أعطوا هذه الفرص وهذه الأمور من قبل الله لا من قبل أحد. فالبحوث التي تذكر أيضا عند بعض العلماء في هذا الباب وخاصة في مولد الإمام الحجة عليه السلام، بعدما يصولون ويجولون ويضربون الأمثال كما قلنا في يونس وغيره، فيقولون إن الإنسان حينما يأتي إلى مسألة الإمام الحجة سلام الله عليه نرى لهم كلام كل المسلمين، مو بس الشيعة، بس الشيعة أكثر كما ذكرنا. الاختلاف لربما يأتي في أمه وأبيه وفي ولادته وعدم ولادته، لكنما كمسلم عند كل المسلمين من لم يعتقد فإنه خارج عن الإسلام. مو أنه إحنا نقول نعم، هسه تشوف لك واحد يحكي وهابي على المأذ الفيس أو على الأمور الأخرى، ما لنا غرض في هذا، لا، إحنا كدليل وكوضع هكذا نقول. لهذا العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه حينما كتب الغدير كتبوا له رسالة مجموعة من علماء السنة بعدما طبع الغدير، يشكرونه على ما نبههم من الأحاديث المذكورة في كتبهم. الأحاديث المذكورة في كتبهم ذكرها العلامة الأميني في شأن أمير المؤمنين عليه السلام. أحد أساتذتنا يقول كنت في طهر أطريش أو في مكان من هذه البلاد الأوروبية، يقول جاء شاب مر على السفارة اللي أنا كنت فيها ظهر قبل، يقول هذا تقريبا 30 سنة أكثر، يقول فسأل الحارس بالباب أو المكان اللي أنا كنت فيه اللي من قبل مجموعة من السفارة يديرونه، سألهم هل لديكم عالم؟ قالوا نعم. هل في مجال أزور هذا العالم ولي سؤال؟ قالوا نعم.
فيقول دخل علي هذا السيد فاطم نيام، يقول دخل علي هذا الرجل، ولما دخل علي هذا الشاب أخذ يسألني، فلما أخذ يسألني قال لماذا ترفعون عليا بهذا الارتفاع وتضعونه محاذا لرسول الله؟ فقلت له نحن لسنا بما تقول على عن عبط، بل إنما نحن لدينا دليل. فصار حوار بيني وبينه. فمن جملة الأشياء التي دارت بيني وبينه، قلت أن الإخوان السنة دائما يذكرون عن أحمد بن حنبل، فإن تنظروا إلى كتاب مسند أحمد بن حنبل فيه رواية عجيبة غريبة، حتى من الجملة الأشياء اللي ذكر لي أو سألني، قال لماذا تقولون في رسول الله يا رسول الله يا حسين يا عباس يا علي؟ قولوا يا الله. قلت له في مسند حنبل أحمد بن حنبل يذكر هذه الرواية، أصيب رجل بالعمى وفقد بصره، فجاء إلى النبي فقال يا رسول الله علمني شيئا فلقد فقدت بصري. فالنبي لم يقل له اذهب إلى الله أو نادي الله، قال أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء وقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك في حاجتي هذه، ثم قل يا محمد إني توسلت بك إلى الله في حاجتي هذه، اللهم شفعه في. هذا موجود في كتاب أحمد بن حنبل. فقال والله ابن حنبل ما دعا بهذا الدعاء إلا وعاد الله بصره. أبناء يعقوب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، ما قالوا يا الله استغفر لنا، يا أبانا، لجأوا إلى أبيهم. فالمشاكل التي تأتي في هذا الباب ليست إلا في مسألة التباعد عن العلم وعن العقيدة الصحيحة. يقول هذا الشاب سألني مرة أخرى، لم تحل لي مسألة قرب أمير المؤمنين أو وضع أمير المؤمنين في كفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت هل قرأت رجال الحاكم النيشابوري؟ فأخذ قلما وورقة أخذ يسجل. قلت إن الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو من أهم كتب أهل السنة، يقول لقد جاء ملك وقال لي اسأل يا رسول الله أن الأنبياء الذين بعثوا من قبلك على ما بعثوا، فقال الملك لرسول الله سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا. فقال النبي على ما بعثوا، فجاء الجواب من الملك اللي إجالة من السماء، قال بعثوا على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. فالأبعاد التي نراها والأمور التي نراها في هذا الباب كثيرة، ولنا مجال نحن أن نكون من خدمة هذا الإمام و من خدمة
هذا الدين وهذا المسلك والمذهب. يقول أبو خالد الكابولي: للإمام السجاد في شأن الإمام الحج عليه السلام حينما قال له إن للأئمة بعد علمي وبعد إيهابي أو موهبة، هبة الله، قال أبو خالد الكابولي إلى الإمام السجاد حينما جاء إليه وسأله، قال: يا أبا خالد، الإمام السجاد عليه السلام، من آمن بظهور الإمام، هاي لك أنت، هذه هديتنا الليلة، من آمن بظهور الإمام وبوجود الإمام الحجة، من يا أبا خالد، من آمن بظهور الإمام الحجة وبوجود الإمام الحجة، ثم سكت وقال: فمن يؤمن بوجوده وبظهوره ويعتقد بإمامته، ها، يعتقد بإمامته، من آمن بوجوده وبظهوره ويعتقد بإمامته، يعني إضافة على أنه الإمام موجود، إضافة على أنه الظهور يأتي، ويعتقد بإمامته، كلمة جدا عجيبة غريبة، يقول: هؤلاء الناس هم أفضل كل عصر، الذين يؤمنون بوجوده وبظهوره ويعتقدون بإمامته، إمامة الإمام الحجة، فهم أفضل كل عصر، أفضل حتى يعني من عصر النبي. ايش سووا بالنبي؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الإمام قل له: أتعلم لماذا؟ لأن الله، هاي إنها إحنا كشيعة، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول، لم يقم أعطاهم عقلا، أعطاهم من العقول. ليش؟ لأن الطيار عنده عقل وما عنده عقل، الطبيب عنده عقل وما عنده عقل، المهندس عنده عقل وما عنده عقل، المحاسب عنده عقل وما عنده، الغواص اللي يغوص في البحار ويستخرج كثير من الأشياء عنده عقل يوم. فلم يقل الإمام السجاد أعطاهم عقلا، لأنه العقل مشترك، زين، ولا يختص بمسلم، بل إنما للمسلم وللكافر وللصغير وللكبير وللملتزم ولغير الملتزم، لصاحب التكنولوجيا، للإنسان العادي، للطبيب، للمصور، للمكتشف. لكن لم يقل أعطاهم عقل، بل إنما قال: لا، أعطاهم لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام ما صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. يعني هسه أنت غيبت الإمام وشهود الإمام، ظهور الإمام عندك فد شيء، فلم يرى الإمام لكن الشوق في القلب، فغير العلم بالإمام، الإنسان يحتاج إلى موهبة، هذه الموهبة هي التي، لهذا سأل واحد: ليش ما يحتفلون؟ سأل الإمام زين العابدين: لماذا لا يحتفلون بأعيادكم بأفراحكم؟ وسئل أحد العلماء الكبار: لماذا لم يحتفل أو لم تحتفل أهل المذاهب الأخرى، ليش ما يحتفلون؟ فقال: إضافة على العلم نحتاج إلى هداية قلبية، إلى هبة إلهية يهبه الله. هذه قصة جدا هم لطيفة، بابا ترى مو بالعمايم ولا بالواحد 24 ساعة يقرأ كتب. أكو أحد العلماء اسمه آية الله التبريزي،
ميرزا رضا التبريزي. هذا كان في تبريز، أحد العلماء من أساتذتنا يقول أنا كنت بعدني في بداية دراسة بالحوزة، فلما توفوا أقاموا له العزاء الكبير. في حياته ذهب إلى قم في زمن السيد الخميني والسيد القلبايقاني. يقول السيد الخميني ما يدعك الحدا، فمن إجا قال هذا يصلح أن تقلدوه، الجماعة اللي وياه وسوي لهم غداء وعشاء السيد الإمام، هذا يصلح للتقليد وأهل للتقليد أن تقلدوه. إنسان عرمرم مثل ما يقول، إنسان شامخ، عنده كتاب أيضا، وكتابه بعض الأحيان يطبع، مطارح الأنظار. فينقل هو هذا الإنسان اللي في هذا الوهاد من التقوى، ينقل هذه الرواية العجيبة الغريبة، يقول حدثت معي. يقول بتبريز صار عندنا بجدار البيت شوية كأنما يريد يوقع أو وقع منه شيء، فجبنا جماعة يصلحونه. قبل ما كانت هاي التكنولوجيا اللي هسه، أو الشي اسمه اللي يشدونه ويجيبون درج، يجيبون هذا السلم مال الخشب، وإذا ناقص يشدون لسلم آخر ويصعدون. يقول جابوا السلم فشفتهم 5-6 اللي يشتغلون، واحد يسوي الوحل، واحد يسوي ما أدري شني، واحد هو البنا. يقول بس شفت واحد مميز عندهم عجبني تصرفه، ما الغرض بأحد، ما يحكي يشتغل. صار وقت الصلاة ذولاك راحوا، هذا يحتسي القهوة أو الشاي ويأكل مثل ما يقول خبزة، وهو أخذ يصلي. خلص الشغل فهو اللي أخذ السلم، هذا الدرج، هذا السلم هو أخذه. يقول بينما هذا السلم كانوا مكترين من واحد بالمنطقة قريب، أنا عارفه وأدري كم دقيقة، مثلا 5 دقائق 7 دقائق، راح ما إجا إلا ورا نص ساعة. يقول قلت زين أنا هسه صار عندي مجال اللي أشوف بالله شنو هذا الوضع. يقول لما رجع قلت له أخي سلام عليكم، قال عليكم السلام شيخنا تفضل. قلت هذا المسير اللي أرجعت به السلم لا يحتاج إلا 5 دقائق أو 7 دقائق، فأنت طولت، ليش تطول هيك؟ يقول قبل هذه أيضا لما كبر للصلاة صارت في جسمي أنا قشعريرة. الشيخ ميرزا رضي، ميرزا رضا التبريزي، يقول لما صار عنده شفته يصلي ففي تكبيره يقشعر جسمي كأنما يكبر من داخلي، لهذا صار أكثر أشد عليه. قلت له أنت ليش رحت وهذا الوقت الضيعة كله، درج سلم توصله وتجي، ليش تطول هالقد، مو هذا وقت للعمل؟ قال لي نعم صحيح ما تقوله صحيح، لكن هذا السلم طويل وهذا الزقاق فيه لف ودوران، فإذا أسرع به فوق ما فيه أشيل هيك لأنه ما أقدر عليه، إذا أوطيه هيك كن أنتبه لأنه بعض الأحيان الزوايا مالت الزقاق إذا ما أنتبه لها راح يضرب راس السلم وين؟ بجدار الناس، وهذا أخشى من الله أن يحاسبني عليه. انتبه، تريد تصير مع شوف، أنا أريد ما أريد أقول لك شوف وين وصل هذا وياه. قال فأنا كنت أستخرج هذا السلم حتى لا يضرب جدار أحد، يحتك بجدار أحد ويحاسبني الله، الله يحاسبني عليه. قلت له زين قبول ما في مشكلة، بس أسألك لماذا تصلي بوقتي، أنتم جايين تشتغلون لي؟ هذا من العرفاء، هو ما ميرزا رضا التبريزي من العرفاء، مو إنسان. أقول لك السيد الخميني يقول يصلح للتقليد، قلدوه فإنه مبرئ للذمة. يقول له
ليش أخذت وقتي بصلاتك أنت صليت بينما أنت تقدر بعد ساعتين ثلاثة تفلون وتصلي تروح بالبيت برات الشسمة؟ فقال مجيبا بآية المرحوم الشيخ التبريزي رضا التبريزي ميرزا التبريزي يقول قال إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شوف الجواب، ريال عامل يقول بس قال لي هيك أخذت رجلاي يفهم معناها، يفهم الجواب شنو، حتى جلست على الأرض. بابا تريد تصير من أصحاب صاحب الزمان؟ لا تقول هاي صغيرة وهاي كبيرة، لا تقول أبوي ما يهم، أمي ما تهم، ابني ما يهم، بنتي ما تهم، زوجتي ما، لا لا لا، زوج ما يهم. هل قد تكون تصير دقيق وميزانك أدق من ميزان الذهب كون يصير؟ مو بالملي، أكثر دقة حتى تفهم وين توصل، حتى كيف ترتبط مع الإمام الحجة. يقول له إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني الأوقات اللي أنت تريدنا أشتغل فيها هي وقت الله مو إلك أنت، وهي الله ما يحاسبني بها، الله يحاسبني إذا ما. لهذا فقال الشيخ عفوا والله ما كان سؤالي إلا لأتعرف عليك، لكن عندي كلام معك، أنت من الناس الواصلين. لهذا بابا لا تقول لي هنا وكندا وماكو حرم أمير المؤمنين، ولا لا، الإنسان التقي تقي. زين قال أسألك سؤال، قال سل، قال أين صاحب الزمان؟ شفت القصة شلون إجت بين عالم وبين عامل، عامل بناء وعالم بعلوم آل محمد، حصره بمكان أفحمه ما قدر على الجواب للطه. قال له زين أنا وصلت لعد مبتغاي، شنو المبتغى؟ أين صاحب الزمان؟ يقول أجابني والله لقد خرج قبل ساعة من مدينة تبريز. قلت لك هذا الإنسان مو يعني بال، لقد خرج قبل ساعة. قال الشيخ ميرزا رضا التبريزي ماذا أصنع حتى أراه؟ قال جهز نفسك فيأتيك عند الغد. جهز نفسك، فكرك ذكرك قلبك عملك، مو احنا مبتلين بالحواس الخمسة، الغيبة ما نقدر، والسماع والكلام والشم والنظر، ونريد نشوف صاحب الزمان. بابا فيك تشوف الجنة بهاي العين؟ لا، الذيب يشوفه مثل ما يقولون، عين ذيب ما عندنا، خلي عينك تصير. قلت من أنت؟ فأخذ يتكلم، فحانت لي التفاتة، التفت لم أرى، حانت لي التفاتة وأنا كنت أقول له من أنت؟ أين أنت من أصحاب المهدي؟ زين، فالتفتت إلى ما شفته. فكثير من الناس أيضا نرى تحل مشاكلهم، تحل عقدهم، هذا مو معنى أنه يروح يصيح شفت الإمام الحجة، ما يحتاج. كثير من الناس لربما يبعث إليك مثل المرحوم العلامة العارف المجتهدي، مثل هذا عامل البناء. زين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. في أكبر شيء اليوم إذا الإنسان يريد يوصل لعد الإمام الحج عليه السلام كما يقول في الدعاء اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا، يعني شنو؟ يعني نحن مضطرون سيدي. لهذا يقول تعالى وبالقائم منكم أعمر أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيدي، وبه أطهر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي
وبه أجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة العليا، وبه أحيي عبادي وبلادي بعلمي، وله أظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي، وإياه أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي، وأمده بملائكتي لتؤيده على إنغاذ أمري وإعلان ديني، ذلك ولي حقا ومهدي عبادي صدقا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نأخذ بحجزتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. زين، هل يوجد شيء أنا بهاي الليلة، أنت، أي واحد يتمسك به حتى يصل إلى الإمام الحجة؟ نعم، أخسر شيء، أسهل شيء للإنسان اللي يريد يرتبط ويشوف وظيفته ويشوف صفات إمامه ويشوف وضعه أين، فلا يترك زيارة ودعاء الندبة. دعاء الندبة اسمعوه، بالسيارة اسمعوه، بالبيت اسمعوه، خاصة هذه الأيام. صلاة الإمام الحجة ركعتين، إياك نعبد وإياك نستعين تكرر فيها 100 مرة، ذكر الركوع والسجود 7 مرات، من بعد ما يسلم لا إله إلا الله موجودة بالمفاتيح، لا إله إلا الله مرة، تسبيحة الزهراء، وعلى السجود 100 مرة الصلوات. بابا لا تنقطع من هذا، أسهل شيء وأحسن شيء هذا. زين، فهذا الإمام الذي نقول له واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده، ريا رويا هنيئا سائقا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. من جملة الأذكار: يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. من جملة الأذكار: يا صاحب الزمان أغثني. من جملة الأذكار دعاء الإمام الحجة باستقراب عدد مو أقل من 14: اللهم كل وليك الحجة من الحسن. فنسأل الله نحن أيضا ممن يقرأ هذا الدعاء ليلا ونهارا. من جملة الأشياء أو الأدعية: قبل النوم وعند الإفاقة تقرأ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد 11 مرة، وتقول: اللهم عجل لوليك الفرج أد ما فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً تمتعه طويلة برحمتك يا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى على محمد وآله، واحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، عجل فرجه، سهل مخرجه، وسع منهجه، جعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يدي. اللهم احفظ مقدساتنا، خاصة في النجف، في كربلاء، في الكاظمين، في سامراء، في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغان، في الخليج، في الحرمين الشريفين، في كل مكان من له حاجة قلدنا الدعاء، شفاء الحاجة معصام وحاجة الحاج أبو زيد والإخوان جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى شفاء الحاج، شفاء رادودنا العزيز إن شاء الله وقضاء حاجته، الحاج صبار، الحاج أبو علي، الحاج إن شاء الله الله يجيب ابنه إلى إن شاء الله ويقضي المشكلة هاي إلى إن شاء الله بأسهل ما يكون، بالنبي وآله، لروضة شهدائنا علمائنا من مات على الولاية، لتعجيل ظهور ولي أمرنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوغة بالصلاة على محمد وآل محمد.